الموضوع في غاية الأهمية. ونكمل الموضوع، فيديو جديد لألكس كولير تحدث حول أمر مهم حقيقة، هو على مسألة أنه الدراكونيان يعني يريدون واحد أن يعبدهم، الاندروميدان ما بيريدون العبادة. فنشاهد هذا الفيديو، لكن في هذا الفيديو أيضا تفاصيل أخرى حول هيك، تسمعون يعني سلالة أخرى في هذا الفيديو، تفاصيل أخرى، هناك سلالة أخرى، هذا في التاريخ القديم جدا نتحدث حوله. هاي السلالة قامت بمساعدة الاندروميدان، سلالة أولى قديمة جدا قامت بمساعدة الاندروميدان عندما الاندروميدان هوجموا من قبل الدراكونيان. هو ماذا حدث؟ أو دعونا نعمل شير مرة أخرى، معلش، قبل الفيديو أريد أن أوضح شيء مهم شباب إلى الذي حدث. هذه كائنات الاندروميدان تعيش في كوكب، أوكي، هنا هذا نقول كوكب أو كواكب الاندروميدان، معانا هذه كواكب الاندروميدان هنا، كواكب يعيشون الأمان والهدوء والطمأنينة، يجدون فجأة مركبات دراكونيان تهاجمهم، فإذا المركبات تهبط، مركبات دراكونيان تهبط فجأة، هذه مركبات دراكونيان هنا، تأتي تريد أن تحتل. صفة الاندروميدان، الاندروميدان مش محاربين، الاندروميدان لاحظوا، الاندروميدان مش محاربين، يغلب أو طابعهم، نقول يغلب عليهم أو طابعهم التفاوض، تمام، التفاوض مش محاربين. فعندما رأوا مركبات الدراكونيان تهبط هكذا، هذه مركبة دراكونيان يهبطون على كوكب الاندروميدان، والاندروميدان مش محاربين، متفاوضين، فالاندروميدان قالوا، يعني تشاوروا الاندروميدان فيما بينهم، قالوا طيب دعونا نذهب لهم ويعني نحن نستفسر ماذا يحتاجون. لاحظوا هم هكذا الاندروميدان، ماذا يحتاجون، ها، لماذا ممكن يعني وجودهم في كوكبنا؟ هذا يقوله أليكس كولير بالمناسبة، يعني الدراكونيان قاموا بوضع تفسير آخر، الدراكونيان قالوا أنه الاندروميدان لم يرضخوا، الاندروميدان لم يرضخوا، لم يرضخوا لنا، لم يرضخوا، أصلح هذا معلش، لم يرضخوا لنا، هذا كلام الدراكونيان. وبعدها أصبحت حرب وتطشر، هاي الكلمة موجودة باللغة العربية، تطشرت، تبعثرت الاندروميدان في كواكب أخرى بسبب هجوم الدراكونيان. هو من هناك نحن أيضا سقطنا، يعني نحن الجنس البشري من سلالة الاندروميدان، نحن الذين في الأرض سقطنا من هذه الهجومات الدراكونيان على الاندروميدان، تبعثر الاندروميدان، ماشي، تبعثر الاندروميدان في كواكب، يحتاجون الاندروميدان، يحتاجون مساعدة، يحتاجون نعم تكنولوجيا جديدة، لأنه سوف يعيشون في كواكب أخرى، يعني هم وجدوا أنفسهم ضائعين، نعم ميكي، متبعثرين هنا وهناك. من الذي قدم لهم المساعدة في
تلك الأيام بعد أن تركوا كواكبهم الأصلية الذي قدم المساعدة. الآن نسمع أليكس كولير من قدم المساعدة إلى الأندروميدا، فدعونا نسمع هذا الفيديو تمام، وأيضا نسمعه إلى الأخير ونناقشه ماشي، أفضل يعني نسمع كل المقطع، أعتقد هو 7 دقائق. أليكس كولير يتحدث حول من الذي قام بمساندة الأندروميدا، وبعدها أيضا يستمر في الفيديو أنه الأندروميدا ما بيريدون واحد يعبدهم أصلا، الدراكونين يبحثون عن العبادة. نشاهد هذا الفيديو. فمن قناة أليكس كولير أوفيشال هو هذا الفيديو تمام، حملوه مؤخرا يعني نستمع له ماشي إخواني وخواتي. I was reading an older interview where you said that the Andromedans credit the Cassiopeians for saving their race at one time. Do you know the story behind that? Actually, I do. In the ancient days, space travel was very archaic. They had propulsion systems. They had some free energy, what we would call free energy, but they didn't have the raw materials to build ships, big, massive starships. What they used were moons, very large asteroids, and they would hollow them out, they would attach propulsion systems, and then they would build on the inside environmental systems that they would use, say, in underground facilities or underground moons, etc. They would build those things into these old asteroids or moons, and they would use those as the craft. Well, they were wandering and wandering and wandering after the Lyran War, when everybody took off because of what the Draconians did. And it was the Cassiopeians that found a small fleet of asteroids and moons of Lyrans that ended up, because of their physicality, the Cassiopeians took them to what is now the Zenitae star system. Okay? And that is where they began to colonize with the assistance of the Cassiopeians. They were given some technology to help them grow food faster, to do some healing, etc., etc., etc. Now, the Cassiopeians are not a human race, at least the group that we're talking about. So it was interesting. There was, my understanding, a lot of apprehension, a lot of fear in the very beginning. But what happened was they knew they had to survive. So they overcame their fears. They put it aside. They thought, okay, we have no choice but to make a leap of faith. And it was exactly the right thing to do. And they haven't stopped making leaps of faith. And they were taken to specific planets that would serve their physicality. And the rest is history. They have evolved. They have procreated. They have expanded. They have jumped dimensions. It's quite the story. It's quite the story. That would be inspiring for all of humanity to know. I don't know the full story. But what I do know is it's absolutely stunning. It's real science fiction. It's reality science fiction. How else do you put it? It's reality science fiction. But that's how it got started for them, you know? We started with the Mercury space capsule, a tin can going up into space. And that's all it was a tin can. You know, we couldn't go into deep space with that. But we were blessed to find some technology here on the planet
or I should say the Germans, then the Americans, then the South Africans, then the British, then the Russians, then the South Americans and the Indians in India, okay, found old ancient technology, and it began. And then we started getting some crash retrievals, and we expanded our awareness and our technological capability to the point that, you know, we are where we are, and we're very advanced. For the age of our culture, we are very, very advanced. We just don't know how advanced we are yet, because that technology and the knowledge gained hasn't been shared with us. But it's coming. It is, in fact, coming. And maybe when we hear it from our own space fleet, or you guys hear it from our own space fleet, that will open doors to other possibilities and other realms of meeting other races. Important to note, they are not gods. They are not gods. And the real good ones, they don't want to be worshipped. They would walk away from you if you ever tried to do that nonsense. Okay, the regressives, well, they love the worship. Yeah, they dig that. You know, their ego loves the worship. That's what you look for, okay? That's what you look for. That's your sign. You know, Billy Vol, here's your sign. That's your sign, okay? It's coming. There's going to be so much change. It's going to be pretty miraculous. It's important to keep a positive outlook, though. It really is. We have to pave the way for the future. Okay, we can't leave it to the press. We can't leave it to our government officials. It is not their job. Okay, their job is just to maintain everyday functionality. It is our job to create our reality. We are the humanity, not them. Okay? All right. I'm off my soapbox now. إذا نوضح الذي كلام مهم جدا حقيقة. فنوضح الذي حدث الآن. ماشي. إذا نعمل شير مرة أخرى شبابنا الرائعين. نعمل شير مرة أخرى أو نبقى مع الشير الأول. نرجع للشير الأول. ها معانا. إذا الآن اللي ندروميدا وجدوا أنفسهم مبعثرين، فتأتي هذه السلالة التي هي ليست سلالة بشرية كالسوبيانز، أعتقد هكذا يلفظها، ها كسيبيانز، تمام هكذا كسيبيان، يأتون إلى الاندروميدا، وهذه ليست يعني ليست سلالة بشرية، يعني هم ليسوا من الاندروميدا، ليس سلالة بشرية مع كسيبيان، ليس سلالة بشرية. فكيف يقومون الكسيبيان بتقديم الدعم إلى الاندروميدا؟ ماذا عملوا الكسيبيان؟ الآن يقومون بالتالي، عندهم مهارة الكاسيبيان في انهم يكتشفون قمر او اقمار. هذا في القديم، يعني المركبات الفضائية هكذا تبنى. فالان هناك قمر، يعني قمر نقول تائه، هيك نقول تائه قمر، يحفروه من الداخل. فهذا التجويف بتاعه، يحفروه من الداخل ويأتون بمشغلات. ها الاندروميدا عندهم مشغلات، يعني عندهم مركبات فضائية
تشتغل لكن مش بقوة، يعني مش بقوة ممكن نقول هذا القمر. فهم يأتون تمام بالنظام التشغيلي، النظام التشغيلي معانا لهذه المركبات بتاع الاندروميدا، ويبنوها في التجويف، يعني بحيث ان القمر يصبح مركبة فضائية كبيرة. يعني القمر يشتغل ويكون مركبة فضائية، تمام؟ فبدأ الاندروميدا يقودون مع، يعني بمساعدة الكاسيبيان يقودون هذه الأقمار، وأوصلوهم الكاسيبيان أوصلوهم إلى نجوم تسمى سلسلة نجوم، ها؟ زينيتيان، التي عاش فيها الاندروميدا أعتقد إلى الآن، أعتقد إلى الآن. الآن على الاندروميدا أن يعتمدوا على أنفسهم، فيقول شيء مهم أنهم تعلموا عدم الخوف. لاحظوا، يعني هم في البداية عندما تبعثروا كانوا يعيشون خوف مشتتين، الآن وصلوا إلى نجوم جديدة الاندروميدا، استقروا فيها بمساعدة الكاسيبيان، بدأوا الآن يعتمدوا على نفسهم. نعم هكذا طوروا مهارات، يقول أليكس كولير طوروا مهارات أنهم ينتقلون إلى أبعاد أعلى. إيه نعم، هؤلاء الاندروميدا، يقول حتى هذا درس مهم لنا حقيقة. يعني بدأوا الاندروميدا بدايات جديدة بوعي جديد، وعي كوني، حضارة جديدة، اعتمدوا على أنفسهم كثيرا، حتى يعني هو يقول طوروا أيضا مهارات الزراعة، لأن كواكب جديدة طوروا مهارات الزراعة، وأيضا أكرر يقول طوروا مهارات يعتمدوا على أنفسهم وحتى ينتقلوا إلى أبعاد أعلى، وهم الآن كما تجدوهم، يعني أقصد الاندروميدا بالوقت الحالي. الآن في نهاية الفيديو يقول أن الكائنات الإيجابية، هو يقصد الاندروميدا، أنهم لا يعبدوا، هو هذا الموضوع. فيقول انتبه أنه، يعني هذه إشارة أقصد، أنه يعني إحنا الآن مقبلين على حياة كونية، فأنت لا تعبدهم. ويقول أيضا سمعته، يعني اللي يستمع باللغة الإنجليزية سمعته يقول، في حين السلبيين هؤلاء يبحثون عن العبادة، واحد يعبدهم، يعني هو مثل الدراكونيين دائما يريدون الواحد ممكن يعبدهم. فهو هذا الذي حدث في القديم حقيقة، وكانوا هكذا يعيشون، يعني مركبات فضائية وانتقالات من كواكب إلى كواكب أخرى. نعم سفن فضائية، كانوا، أريد أن أكرر، يأتون على قمر، نعم، ويحفروه من الداخل، أكرر هذا، يأتون على قمر ويحفروه من الداخل ويبنون في الداخل ماكنة التشغيل، ماكنة تشغيل القمر، يعني يحولوه إلى مركبة، ماكنة تشغيل، فالقمر يصبح مركبة فضائية. هكذا عندهم القابلية هذه الكائنات. هو درس عظيم هذا لنا أيضا حقيقة، تعرفون شباب، أي درس مهم لنا ك سلالة بشرية، ماذا علينا أن نفعل نحن الآن؟ يعني نقول نستعد أيضا لأننا نعيش حياة كونية، فكيف نعيشها؟ انتبهوا الآن، نطور، هو هذا موضوع مهم، كيف نعيش حياتنا الكونية؟
نطور مهاراتنا الروحية والفلسفية، نعتمد على أنفسنا. نعم، نجتمع باستمرار، نصلي باستمرار، وأن نفهم العلوم باستمرار هذه، وأن نفهم الكون والأكوان والكائنات الكونية. هذا جدا مهم الأمر، أن نعتمد على أنفسنا، نطور وكرر، يعني نطور التفكير نعم بتاعنا، القوى الروحانية، وأن أيضا نجتمع ونتوحد كعائلة، نترك الخلافات. هذا هيك حكى وهذا هيك قال، هاي ما تفيد. أي نعم، يعني نجتمع كعائلة، نحب، واحد يحب الثاني، واحد يبارك الثاني، وأن نقوم بالمشاركة بالمواضيع. مواضيع هذه جدا مهمة، وأن نبدأ نتعرف أكثر حول الطبيعة الكونية، لأنه هو هذا القادم. القادم إذا ما بتكون مستعد، ما بتقدر أنت تتأقلم مع الحياة الكونية. يعني تأتيك عائلتك الكونية، كيف أنت سوف تتعامل معها؟ لا تعبدها، مش تعبدها. هؤلاء ما بيريدون واحد يعبدهم، مش زي الدين. الدين بتاع عبادة، وإنما يريدون واحد معتمد على نفسه. تلاحظون؟ واحد عنده القابليات، الفكر والروح. نعم، مش إنه يبحث يقول تعالوا عيشوني، لا 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 لا، أنت يكون عندك القوة أنك تساهم في البناء. تساهم ماذا؟ في البناء. عندك القوة الفكرية والقوة الروحية كمجموعة، أقصد بالمناسبة. يعني أنت وحدك ما تقدر، حتى الاندروميدا، هو مش واحد الاندروميدا، عندهم مجاميع وكثيرونهم يعني، لكن عندهم الاندروميدا عندهم فكر الاتحادي، يعني واحد يدعم الثاني. نعم، عندهم فكر اتحادي جدا عالي، ونحن ننجح بهذا. أعرف يعني يجب أيضا أن نضع فكرة إنه نحن ننجح، إحنا عندنا القوة. نعم، عندنا القوة، عندنا القوة أن نتعلم أكثر هذه العلوم، عندنا القوة أن نصعد إلى مستويات أعلى. أعرف هذا، أنت عندك القوة، عندك، كل واحد يسمعني، أقول لك، أقول لك، عندك وعندك القوة أنك تصعد إلى الأعلى، عندك القوة أنك تسافر إلى أعماق الكون، لأنه الضوء الكوني فيك. تتدرب كما هو، قال أليكس كولير، تتدرب كما تدربت الاندروميدان، أنهم يتركون الخوف. نعم، هم هوجموا من الدراكونيان، تبعثروا، أي هكذا، لكن تعلموا أنه يتركون الخوف. فنحن أيضا نتدرب أنه نترك الخوف. أخي وأختي، هذا الأمر مهم، نتدرب أنه يعني أن لا تخاف، أن تصعد إلى الأعلى، وتصعد إلى الأعلى، وتصعد إلى الأعلى. مهم هذا الذي نقوله، أنه نتدرب أنه ما نجعل المخاوف حقيقة، المخاوف ما فيها حقيقة. نتدرب، نفرح بالمناسبة، نحب أكثر، نبارك أكثر، نتعلم أكثر، ندرس أكثر، نجتمع أكثر، نصلي أكثر. تلاحظون؟ عمل، عمل، هذا يحتاج عمل، والكائنات الكونية معتمدة علينا. تعرفون هذا أيضا؟ نعم، فهو مش كل شيء تعالوا يا عائلتي الكونية، تعالوا يا عائلتي الكونية، لا، أيضا يجب أن يكون أنت عندك دور، والدور بتاعك جدا مهم أخي وأختي.